عيد الهالوين هو عيد يكون في 31 أكتوبر، وهو عيد وثني يقدسه عبدة الشيطان ومن تأثر به من النصارى وغيرهم. أصل فكرة الهالوين هي عبارة عن معتقدات باطلة تخالف ديننا. العجيب سبحان الله أن كثيرا من النصارى المتمسكين بدينهم لا يحتفلون بمثل هذه الأعياد، وبعض المسلمين يحتفلون بها، وعجبا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.